اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المزاعم التي تقول إن قتال تنظيم الدولة الإسلامية حرب عالمية ثالثة مبالغ فيها، ودعا الكونغرس إلى الموافقة على التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم. كما انتقد أوباما في آخر خطاب سنوي له عن الاتحاد خطاب الكراهية ضد المسلمين في بعض أوساط اليمين الأمريكي. في جردة حساب لثماني سنوات من حكمه للبيت الأبيض، حاول أوباما التخفيف من المخاطر الأمنية والاقتصادية في البلاد. وفي آخر خطاب تقليدي له أمام الأمريكيين، اعتبر أوباما أن تنظيم الدولة سيهزم بموافقة الكونغرس على عملية عسكرية أو بدونها، كما رفض فكرة أن الحرب على تنظيم الدولة هي حرب عالمية ثالثة. إن مجموعات من المقاتلين المتمركزين على شاحنات صغيرة وأشخاص نفوسهم معذبة يتآمرون في شقق أو مرائب سيارات يشكلون خطرا هائلا على المدنيين وعلينا وقفهم، ولكنهم لا يشكلون خطرا وجوديا على وطننا. وبطريقة غير مباشرة هاجم أوباما المرشح الجمهوري دونالد ترامب لطرده سيدة مسلمة من حفل انتخابي له الأسبوع الماضي، معتبرا أن ذلك يمس صورة الولايات المتحدة في العالم. حين يقوم سياسيون بإهانة مسلمين وحين يتم تخريب مسجد أو التعرض لولد، هذا الأمر لا يجعلنا أكثر أمانا، إنه أمر خاطئ. أوباما الذي وصف بأنه الرئيس الأمريكي المنكفئ على الشؤون الداخلية طالب بإصلاح النظام السياسي في البلاد والحد من تأثير المال على السياسة، كما أكد على أن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم وهي الأكثر تطورا، ولا توجد دولة تساويها أو تكاد تقترب منها على حد قوله.